أخذت كثير رسائل يا بيتر، ليش ما عم نجاوب على أسئلتنا؟ أنا كثير آسف وبدنا نجاوب أكثر فعلاً. وأخذت أول سؤال، سؤال فيديو يعني. نعم، أول سؤال من شيرين، هي بدها تعرف شيء هذا. هلا بدنا نشوف شو بتسأل، بعدين بدي جاوب عليها. هلا بنشوف معكم شيرين. مرحبا استاذ بيتا، انا من المتابعين تبعك. عندي سؤال. رفيقتي هي نجحت وخلصت الدراسه، فحابه اقول لها انه الف مبروك واتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم وحياه سعيده. كيف فيني اقول لها بالالماني؟ وبتمنى انه تجاوب على سؤالي. دانكي شون تشو. اي نعم، هاي سؤال كويس والله، وسؤال صعب لانه بالالماني ما بنحكي هيك عاده. يعني واحد ناجح بالامتحان، شو ممكن نقول؟ هذا من اولى يعني فعلا. herzlichen glückwunsch، يعني herzlich من القلب، ها herzlichen glückwunsch، هيك بنقول. اي نعم. او كمان فينا نقول ich freue mich für dich، يعني انا كثير مبسوط بسببك. ich freue mich für dich، اوكي، يعني herzlichen glückwunsch، ich freue mich für dich. ولكن بعدين يعني أتمنى لك التوفيق ونجاح الدائم. هذا عادة ما منقول هيك، يعني منقول هيك إذا واحد يروح يسافر، يروح لمكان تاني وما عاد تشوفه، يعني بتمنى لك نجاح وتوفيق الدائم بالحياة. بس واحد يعني يعيش جنبي أو تشوفه كل يوم، ما منقول هيك. هذا بمعنى كأنه بده يروح، ها؟ ولكن إذا واحد مثلا، أنا مدرس وواحد من تلاميذي نجح بالامتحان، طبعا ممكن نقول هيك لانه ما راح اشوفه مره ثانيه. ممكن نقول ich wünsche dir weiterhin، يعني weiterhin مثل من الان، اعتبارا من الان. ich wünsche dir weiterhin viel glück und erfolg im leben. weiterhin بمعنى هلا كان عندك نجاح، وكمان للمستقبل بتمنى لك نجاح والglück، يعني الحظ والنجاح. هيك بنقول بالألماني، بنقول الحظ ونجاح. نعم، إيه glück كأنه في معنىين، في حظ وفي كمان السعادة. هدول المعنىين مع بعض يكونوا بالكلمة، ها؟ نعم. ولكن آخر سؤال يعني بتمنى لك حياة سعيدة، هذا كتير مضحك بالألماني. ليش؟ يعني بس الشخص اللي ما عاد شوفه، اللي ما بدي شوفه، ich wünsche dir ein schönes Leben، يعني بتمنى لك حياة سعيدة، روح هيك. بس غير هيك ما بنقول هيك. وفي تلاميذ عندنا بيقولوا للمدرسين الاخرين ich wünsche dir ein schönes Leben، ومستغربين ليش؟ شو صار؟ يعني ما بدي اروح من هون، هيك. اي نعم. ولكن اذا واحد فعلا يسافر ما عاد تشوفه، فينا نقول ich wünsche dir ein glückliches او ein schönes Leben، يعني حياة سعيدة او حياة جميلة. نعم. ايه، وشيرين شكرا كثير لهذا السؤال. وبدنا نكتب عنوان الفيسبوك تحت في الصندوق، وانتم ممكن تسألوا بالفيديو اي سؤال وبدنا نجاوب عليه. بدنا نحط الفيديو يعني تبعكم كمان بالجواب، ها، عندنا بالفيديو على اليوتيوب. ممكن تسألوا اي شيء بدنا نجاوب عليكم ان شاء الله. دانكشون، und bis zum nächsten Video. macht's gut. Tschüss.